لنصي قوتي وتسميحتي يا الرب، أدبا أدبني يا الرب. الهكمة فصل من أعمال الرسل للقديسين. روسكما في تلك الأيام لما تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين بأن أراملهم كن يهملن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقالوا: لا يحسن أن نترك نحن كلمة الله ونخدم الموائد، فانتخبوا أيها الإخوة منكم 7 رجال مشهود لهم بالفضل ممتلئين من الروح القدس والحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة ونواظب نحن على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن الكلام لدى جميع الجمهور، فاختاروا استيفانوس رجلا ممتلئا من الإيمان والروح القدس، وفيليبوس وبروخاروس ونيكانور وتيمن وبرناموس ونيقولاوس دخيلا انطاقيا، وأقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيدي، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر في أورشليم جدا، وكان جمع كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. سلام لك أيها القارئ وجميع الشعب. Wisdom attend, let us hear the Holy Gospel. Peace be to all. فصل شريف من بشارة القديس مرقس الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر. لنصغي في ذلك الزمان جاء يوسف الذي من الرامة مشير تقي، وكان هو أيضا منتظرا ملكوت الله، فاشترأ ودخل إلى بيلاطس وطلب جسد يسوع، فاستغرب بيلاطس إنه قد مات كذا سريعا، واستدعى قائد 100 وسأله: هل له زمان قد مات؟ ولما عرف من القائد وهب الجسد ليوسف، فاشترى كتانا وأنزله ولفه في الكتان ووضعه في قبر كان منحوتا في صخرة، ودحرج حجرا على باب القبر. وكانت مريم المجدلية ومريم أم يوسف تنظران أين وضع. ولما انقضى السبت اشترت مريم المجدلية ومريم أم يعقوب وسلومي حنوطا ليأتين ويدهنه، وبكرنا جدا في أول الأسبوع وأتينا القبر وقد طلعت الشمس، وكنا يقولنا فيما بينهن: من يدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ فتطلعنا فرأينا الحجر قد دحرج لأنه كان عظيما جدا. فلما دخلنا القبر رأينا شابا جالسا عن اليمين لابسا حلة بيضاء، فانذهلنا.
فقال لهن: لا تنذيلن أنتن تطلبن يسوع الناصري المصلوب، قد قام ليس هو هنا، هو ذا الموضع الذي وضعوه فيه، فاذهبنا وقلنا للتلاميذ ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه كما قال لكم. فخرجنا سريعا وفررنا من القبر وقد أخذتهن الرعد والدهشة، ولم يقلنا لأحد شيئا. لأنهن كنا خائفاتين.